علي الدور. شوفوا اخوتي شوفوا هانتوما الراس راه بريد بيه تيطلق منو لقيع وتطلب سي الحموش. واش هو من حالي؟ راه عندي وليد واحد. واش هو من حالي؟ هذاك السيد الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. هذا ولدي راه دابز هو وهاد السيد، هذاك بقى على قيد الحياة وهذاك جا على قيد الحياة، ورا الشاهد كاين ورا العدالة كاينة ورا الطبيب كاين ورا التشريح كاين، هادشي اللي تنطلبو. هاد الواقعة هادي اللي وقعات واش كانت يلاه وقعات في نفس النهار وتعتقل ولدك ولا دازت عليها شي أسبوع ولا؟ دازت عليها أسبوع تعتقل ولدي، سيمانة هو في الطبيب، هادشي اللي كاين. هو بقى على قيد الحياة وهذاك جا قال لي الوالدة راه أنا عدزت من كرشك هذاك السيد راه كان غيقتل. جي عندي دخلته ونعستو ومشيت انا حدايق ليه. هادشي اللي كاين باش يقول لك بنادم راه كانوا ثلاثة ولا كانوا أربعة، راه الله لي عالم راه الله لي عالم راه الله لي عالم. شوفوا بعينيكم وحنوا بقلبكم اخوتي رانا عصابرة، راه مني تشد ولدي وانا القلب عدي تيتقطع. انا داك السيد الله يرحمه تا هو بقى فيا، وولدي هو راه في الحبس حتى انا الله يحسن عوني ربح الا دفنته. واش انا شحال بقى ليا غنعيش باش غنشوف هاد الدري اللي تتقول لك ثلاثه؟ راه هو وياه وراه كاين الشاهد وراه كاين القانون وراه كاين العدل. اللي تتقول لك هذيك السيده عندها الفلوس، انا تنطلب منكم تبحثوا عليا الا عندي كونت في البنك ولا عندي شركه ولا عندي حانوت ولا عندي المدخول. انا يا تنطلب نمشي للحبس ما عنديش علاش نبقى نعيش انا ونكذب. هاد السيده اللي تتقول لك انا يا جات عندي وقلت لها الا جات عندي وعندها شي دليل نتحمل مسؤوليتي. جات عندي من الشرجم وتتهدد على بنتي وانا ما كايناش، قالت لها خرجي ليا خوك، قالت لها ما كاينش، قالت لها خرجي امك، قالت لها ما كاينش، قالت لها خرجي عندي تي نخشي فيك هذا الموس نخشيها فيكم. ومشات غدا وتدقدق والبنت عندي لقيتها وحال الحاله هيستيريه، قالت لي يا ماما هذيك راه جاتنا هذيك راه جاتنا. بقيت معها بشويه عاد قالت لي هذيك راه مرت روبي وجاتنا. هذا السيد اللي تتقول لك مات في البلاصه راه قعد سيمانه في السويسي اسبوع، ورا كلشي عند الجندرم. تقول لك الجندرميه ما كاينينش، رجال دارك راه جاوا عندنا هنايا ورا عيطوا قالوا لي كاين ولدك، قال لهم انا موجود ومونطوه داوه طايرين ليا بالدار. راه كاين القانون في البلاد، هاد الدري صاحبو ها تصاور ها هما قدامكم ها انتوما، لا نكون دايره شي خطا ها انتوما كلشي قدامكم ها راه صاحبو وراه ولد الحومه، راه تنعرف مو نعرف خوتو نعرف هي معايا الصباح وعشيه تدوز عليا انا من الخدمه خدامه، راه خدامه بالماندا ديالها اللي تتقول لك انا ما خداماش. حنا بقى فينا داك السيد راه الله لي عالم، وولدي تا انا راه مشدود راه دات وداه المخزن، تتقول لك ما كاينش المخزن. واش كاين شي حاجه؟ شكون يداه ملي ما كاينش المخزن؟ شكون يداه؟ راه المخزن اللي جا طوق عليه وداه، كاين المخزن. كون ما كانش المخزن كون راه قتلتني داك النهار يا ترى دخلت على بنتي قتلتها. ملي ما كاينش المخزن علاش داو ولدي؟ شكون يداه؟ شكون يداه من غير المخزن؟ كاين المخزن في البلاد والهلا يخطي مخزن. وعيش الملك وتنطلب جلالة الملك يشوف من حالي، وهذاك راه ولد ويتيم، وتنطلب السي الحموشي يبحث في هذا الشيء. شنو كان سبب النزاع ديالو هو وياه؟ النزاع قاعد هو وياه صحة سلام، ديما معاه ديما عاطيه القرقوبي ديما الشراب ديما قادر تيديه من الباركي ديما تيقولوا موتور. انا تنطلب هاد الناس الا عندهم شي دليل على هاد الموتور راه كاين القانون. واش ما كاينش؟ راه كاين القانون وكاين العداله. راه حنا ماشي في غابه، راه حنا ماشي في البلاد ماشي ما فيهاش القانون، البلاد راه فيها القانون. راه كاين القانون فين ما مشيتي راه كاين القانون. هاد السيده اللي تتهضر وتتقول لك ما كاينش القانون، راه كاين القانون. راكم ما كانش القانون كرة ما عرفتش شنو وقع، كرة قتلتني هي لا الوصله لا كلشي. اللي تتقول لك ولدي غيهز الجنوي، الولد انا ما شفتوش صغير قال شي كلمه وما غنديهاش بر، ولكن اذا انت تقول ليه سير هز الجنوي وقتل. هاد السيد اللي تتقول لك راجلي ما مدوش الحبس تمشي ويبحثوا عليه ويشوفوا واش مدوز الحبس ولا ما مدوزوش. انا ما بغيتش نقول هاد الشيء، ولكن حتى انا خاصني نقول داك الشيء اللي عندي. اخوتي اشوفوا فيا اخوتي وحنوا فيا، شوفوا بعينكم حنوا بقلبكم، راه ود المخزن راه ود العدل. رانا عييت اخوتي رانا زفيت من الدموع، راه هاد الشيء اللي كاين. اللي تتقول لك تمشي عنده الغابه وتدي ليه الماكله، راه الا كنت تندي ليه شي حاجه تجيب ليا شي دليل ولا شافتني تجيب ليا شي دليل. اللي تتقول لك ثلاثه فين هاد ثلاثه؟
فينا هما تجيبهم؟ إذن هاد السيدة رجعت عند ولا علم الله شنو دارت وغتقول لك كاين ثلاثة. قالت لك نهار الأول هزوه ميت وجات السيدة إذن فراسها شي حاجة وبغات تهم ولدي أنا وبغات تهمنا حنايا. حنا تنطلبوا عيب التحقيق، حنا ما بغينا حتى شي حاجة. حنا اش بغات عندنا هاد السيدة؟ راه دابزو بجوج راه حاقرو. تنتعرض للتهديدات بزاف أولدي، تنتعرض للتهديدات بزاف أخوت، تم تعرض للإهانات بزاف أخوتي، وأخوتي حنوا فيا أخوتي، راه العالم فيا الله ولدي، راه بالحبس، وداك السيد راه بالروضة، رانا أخوتي هذا الله، رانا برجالة ما عنديش اللي غادي يحضيني، رانا هاد السيدة تقدر تجيب لي حاجة يحطوها ليا، راك عارف واحد تيكون بوحدو ولا المرأة راه محقورة، راه بغيت الحق ديالي اللي تيقول لك رجالة وتيقول لك تدير الدار دعارة. وتيقول لك هاد المرأة تتبع الشراب، واش هادي حالها تشرب واش هادا فيهم الشراب. شوفوا فيا خوتي والمغاربة، والمغاربة راك تشوفوا في خوتكم، وراه ولدكم، وراه ولد المخزن، وراه عند المخزن. هاد السيدة راه تحرض ولادها باش يخرجوا عند الولي على بنتي تيقرا معاها اليوم، راه خليت بنتي بلا قراية وعندها الامتحان وتدرجها فيها، الله هي اللي تكون تعاوني المعين ديالي. هادشي اللي تنطلب، علاش بغا عندي خوني تيسبني؟ واش حنا بساعه السبان؟ ولدي راه في الحبس، وداك الدري راه في الروضه، الله يرحمه راه بقى فيا، والله شاهد عليا، والله شاهد عليا خوتي، رانا عالم بيا الله. راش بغات عندي هاد السيده؟ واجيو عندي وعرفوا الحقيقه، واجيو عندي وعرفوا واش ضرني، واجيو عندي اخوتي، رانا محقوره ورانا مغلوبه، راه كاين عندي الله والمخزن. ناسي الحموش يشوف عينك وحل بقلبك، راه علاش سول على هاد السيد وسول على داك السيد؟ وجلالة الملك راه ولدك، وجلالة الملك راه ولدك، واخوتي والمحسنين والجمعيات وعاونوني وعرفوا الحقيقه. انا ما بغيت حتى حاجه تطلب عي الحق، انا ما تطلب حتى حاجه. الناس راه مهديني، هاد الناس راه غدا يحطوا لي شي حاجه ويصيفطوني للحبس، يبقاو بنياتي دايعين. وحده عندها 14 عام وحده عندها 6 سنين يلا داخله الاول. واخوتي انا غدا نتشرد، واخوتي شوفوا بعينكم حنوا بقلبكم، وراه هاد السيد تيتعرض للضرب ديما تيتعرض، واخوتي راه خوتي رانا حشوفوا بعينكم حنوا بقلبكم.